مشاهدينا الكرام، تحياتي لكم اينما كنت. الخليه فتحت عليها ما عطيتهاش فيا المحلول السكري. نحس السارق جا، نحس السارق جا، بدا كيهاجم هاد الخليه. من تشاهدوا، شوف دابا راه وقعت معركه بين النحل والنحل. غادي نحاول ربما نغلق عليها كاع حتى تهدأ هاد العاصفه هادي. باش تعرف النحل السارق عندك عامل كيحاول يصعد. شوف هذا راه نحل سارق يدخل من جهة، نحل سارق سبحان الله العظيم كيتكون بشوية 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 حتى كيولي كتلة كبيرة. ملي كيولي كتلة كبيرة راه يقتاح من بلاد الخلية ويدخل، ويدخل بسهولة يقتل الملكة ويقتل كلشي ويدي النحل ويدي عفوا ويدي العسل ويطاغي الشمع فقط والنحل كله يموت هنا. شوف دابا راه اللي جات، هذا راه النحل السارق اللي جا دابا، هذا هو كيموت. هذا النحل السارق ولكن الا كثر بزاف خليه في خطر. غادي نحاول نشوف. دابا هذا ما يمكنش منحل ضخم في الجوار ديالي، منحل ضخم نحل جاء قام بالجوع. منين عنده الجوع قام بالهجوم على هذه الخليه، راه كله مضيق له مدخل الخليات، ومع ذلك راه هذا المنحل في خطر. شوف ما تعرف النحل يقوم بالحراسة. شوفوا معي على هذه، هذه ما فتحت عليها. هنا راه كاين بعض النحلات سرقة كي امر، ولكن ماشي بعد. شوف كلش كيدير اللي عندك باش تعرف عندك النحل سرقة. شوف شوف انا تخيل اش كيدير عليه. شوف 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 جبت لكم هذيك الخلية، غادي نشوف اش من الحل. بان لي بدا كيكتر النحل، بدا كيجي بدا كيقوم بالهجوم. كاين نوع النحل الاصفر مخلط، غادي نقوم بالاغلاق ديالها. هما النهايه ديالها دابا، كي قلت لكم راه منحل ضخم في الجوار ديالي. صافي راه قام بالهجوم عليا. شوف هذيك النحلة الصفراء راه جاية تا هي. شوف شي خالية جاية تا شوف. اللي عنده نحل وحده منحل قوي معليش يفتح في النهار، نهار يبتعد من المنحل ديالو، يخدم بالليل ويضيق مداخل الخليات. دابا المرعرة مبقاش، ومع ذلك هاد النحل هذا مولف تغذية كيغديوها بكثرة. شتي باش قام بالهجوم؟ شوفوا شوفوا الأيدي ديالو واش كيدير. نحل جيعان. نتمنى لكم تشتركوا معنا في القناة ومزيد من الفيديوهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.